صفقه محمد ابراهيم. محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك الاسبق اللي انتقل للمقصه، من المقصه الى سيراميكا، قبل ما ينتقل الى المقصه وانا شاهد على الاحداث. النادي الاهلي كان خلص الصفقه بنسبه 98% وكان وافق موسيماني. الصبح يوم انهاء الصفقه قال لهم بس انا شايف انه بطيء شويه، بس ممكن ناجلها عشان كذا كذا. فتم الاعتذار اللي انا بقوله ده انا مسؤول عنه للكابتن محمد ابراهيم نجم سيراميكا، وتم الاعتذار الى اداره المقص وتم التراجع عن الصفقه. بعد كده راح بيراميدز، راح سوري سيراميكا كليوباترا، وابدع وتالق وبيقدم مستوى رفيع جدا جدا جدا، وكان يستحق الانضمام الى منتخب مصر في التجمع السابق، لكن حسام البدري بيختار وفقا للهوى وليس وفقا للمستوى الفني. محمد ابراهيم كان يستحق الانضمام، فاش هزار فاش هزار. فمحمد ابراهيم قريب جدا 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 من العوده الى ارتداء الفانيلا البيضاء وفقا للرؤيه الفنيه للجنه القرويه السريه اللي بيتناقش فيها حسين السيد وعدد اخر وحسين لبيب. محمد ابراهيم صانع العاب مميز جدا، يريح شويه كابتن يوسف اوبام. يوسف اوبام عاوز يمشي، لو حد قال لك عاوز امشي خلاص بالسلام بالسلام، ما عندناش مشكله امشي. فهنا وفي نفس الوقت انت جايب له بديل، حتى لما مشتوش انت جايب له بديل. ف البديل اللي انت جايبه مميز، لكن الكابتن معتز البطاوي المشرف على كره القدم في نادي سيراميكا كليوباترا وطارق ابو العينين اللي في شهر العسل دلوقتي قال لك لم يصلنا، المشرف على كره القدم طارق ابو العينين، لم يصلنا اي شيء رسمي من نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد ابراهيم، وهم عندهم حق لان الكلام ما زال كلام لم يصل الى مرحله التنفيذ الرسمي، ولن يصل الى مرحله التنفيذ الرسمي قبل ما يعني نهايه الدوري شهر ولا حاجه، او حتى بعد نهايه الدوري. لكن محمد ابراهيم يتمنى العوده لارتداء الفانيلا البيضاء واضافه قويه لفرقه نادي الزمالك. محمد ابراهيم مؤدي، يعني لعيب مؤدب، لعيب محترم، تربيه نادي الزمالك، تربيه منتخبات، مميز للغايه. طيب، وفي اجماع من المسؤولين في نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك القدامى المقربين من حسين لبيب بمحمد ابراهيم. طيب، هناك لاعب اخر زاد الكلام حواليه ايضا في الفتره الماضيه وهو صالح جمعه. صالح جمعه بحالات، يعني يوم في السماء ويوم في الارض، لكنه لعيب معلم موهوب مهاري من اكتر الناس المميزه في مركز صانع الالعاب، بل يمكن القول انه افضلهم على الاطلاق لو في كامل قواه العقليه والذهنيه والتركيز وكل ده. ربنا مديله موهبه مش عند حد، لكنه اهمل في نفسه. لكن هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا بيأدي بشكل مميز من وقت الاخر من التاني، عامل شغل في ابداع وجمال غير طبيعي. طيب، هل يمكن ان صالح جمعه ينتقل الى القلعه البيضاء؟ ممكن. عبد الله جمعه صاحب شيكابالا، صاحب فلان، صاحب علان، صالح جمعه ماشي كويس، لكن هناك حاله من التردد، خلي بالك من اللي بقول، حاله من التردد في مجلس الزمالك ولدى بعض النجوم القدامى اللي بيسالهم كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في مساله نجيب صالح جمعه ولا لا. قال لك الاهلي اللي هو الاهلي فشل في تقويمه، هتجيبه انت هتنجح يا حسين بيه؟ نفس الكلام اللي اتقاله. فصالح جمعه مازال على الميزان، لكن اللعيبه حابه تجيب، اللعيبه حابه تجيب، مجامله لعبد الله جمعه وكلام من ده وحاجات بالشكل ده. هل بقى باتريس كارترون اللي هيفصل؟ لان باتريس كارترون مرنه في النادي الاهلي. هل ممكن يبقى كلامه هو الفيصل ويخلص الموضوع؟ هنشوف ده في المرحله المقبله، لكن يبقى ان محمد ابراهيم واحد من الكوادر المميزه، وصالح جمعه من الكوادر المميزه ايضا والمعروضين على نادي الزمالك في محاوله لبناء فريق قوي. طيب، لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. وانا بتكلم على نادي الزمالك وعلى الحفاظ على استقرار فريق نادي الزمالك، في اتنين لعيبه لازم نادي الزمالك يجدد لهم فورا غير اشرف بن شرقي. طبعا اشرف بن شرقي اتكلمنا عنه،
وهما احمد سيد زيزو وعبد الله جمعه. عقدهم بقى في الموسم اللي جاي. احمد سيد زيزو واحد من الاجنحه المميزه، لعيب دولي، لعيب خبره، صاحب بصمه، بيحصل على مبلغ مالي زهيد للغايه، زهيد للغايه، لا يقارن يعني بزملائه في الفريق، من الناس اللي بتحصل على اقل العقود. وحتى الان ما بدأوش مفاوضات معاه لتعديل عقده وتمديد عقده. عنده عروض خليجيه من الامارات سواء من العين او الوصل، وفي كلام هنا على اتفاق مع نادي بيراميدز برضه. هل الاداره في نادي الزمالك حريصه انها تخلص وتعمل استقرار؟ هو ده اللي دورها بقى. انتوا مش جايين تشرفونا وخلاص، لا، خلص، جدد لاحمد سيد زيزو واعمل استقرار في الفرق، واعمل استقرار في الفرق. وعندك كمان عبد الله جمعه باك ليفت ومؤثر ومهم. فتوح موجود، عبد شافي موجود، بس عبد الله جمعه من الكوادر الاساسيه، وساعات يلعب باك شمال وماشي فيها كويس. احتاجته هاف بتلاقيه هاف، احتاجته تحت رصين الحربه رجله تقيله وشوتينج على المرمى. فبالتالي عبد الله جمعه و احمد سيد زيزو من الناس المهمه اللي يجب ان نادي الزمالك يخلص معاها في هذه المرحله، بعد فاجعه رحيل فرجاني ساسي دون تجديد عقده مع نادي الزمالك، على وفشل ثلاث ادارات متعاقبه في اقناعه بالتجديد وحل مشاكله الماليه. انا بس حبيت ان انا يعني اعمل لايف خاص بصفقات نادي الزمالك عشان اتكلم عنها باريحيه وبامانه وبمسؤوليه. نادي الزمالك يستحق الكثير من اداره نادي الزمالك الحاليه في انهاء هذه الصفقات اللي هي من العيار الثقيل عشان تخلص. خلص مروان حمدي، عاوز تعرضه للبيع زي رغبه كارتيرون اعرضه، مش عاوز سيف الجزيري قول له شكرا. لكن في كل الاحوال ما ينفعش ابدا انك تتنك قاعد حاط ايدك في الميه البارده والاحداث بتدور داخل نادي الزمالك، الناس عماله تعمل صفقات وتبرم صفقات وحكايات وروايات وانت قاعد تتفرج. دمتم في امان الله.